اوكي، المحاضرة الماضية نشام وصلنا هون صح؟ منسق هون وصلنا؟ مظبوط صح دكتور. اوكي نشام، هسه انا راح اغطي اناقش اللي هي selected examples. اوكي نشام، واناقشها الاكزامبلز اللي عندنا هون كثيره حتى تفهموا الموضوع. اوكي، واللي بفهم اول ثاني اكزامبلز على الموضوع خلاص بصير كل الاكزامبلز، بس انت حل كل الاكزامبلز حتى يصير وضعك تمام وتفهم مليار بالمية مش 100%. بالتالي الاكزامبل اللي بعدي راح اناقشه اللي هو هذا، عندنا system of linear equations 2 by 2. اوكي، وبنقول لنا حله بالثلاث طرق هذول اللي هي without scaling or pivoting، partial scaling، partial pivoting without scaling، و pivoting and scaling. هسا كيف يا نشامة، سؤال بطرح نفسه، كيف انا بعرف انه النتائج تبعات ال pivoting without scaling وال pivoting and scaling راح يختلفن عن بعض ولا لا؟ الاسلوب اللي بتميز فيه انه هل النتائج يعني، او بمعنى اخر كيف تعرف الافكتيفنس تبع السكيل بارشل بيفوتنج بالمقارنه مع البيفوتنج لحالها بدون سكيلينج. تتفرج على السيستم اوف لينير ايكويشنز، اذا كان اي ايكويشن من الايكويشنز تبعات السيستم الكوفيشنز تبعاتها ريلاتيفلي اواي فروم يونيتي، الكوفيشنز تبعاتها اواي فروم يونيتي كثير، اوكي نشامة، معناته راح يصير في عندي البيفوتنج without scaling راح يطلع راوند اوف ايرورز فيه اكبر من البيفوتنج اند سكيلينج او السكيل بارشل بيفوتنج. بعيد مره ثانيه، تتفرج على السيستم اذا كان في اي ايكويشنز من الايكويشنز اللي بالسيستم، اوكي نشامة، شو مالها؟ الكل الكوفيشنز تبعاتنا اللي هي مش الرايت هاند سايد، اللي هي الكوفيشنز اللي هي الاي ماتريكس، اذا كان الكوفيشنز تبعاتنا معظمهن away from unity، اوكي معناته هذيك الايكويشن احتمال حدا لاعب لك فيها وضاربها بسيرتين كونستنت نمبر، وهاي قلنا من المشاكل تبعت مين يوم اطبق البارشل بيفوتنج without scaling، انه اذا اجى واحد ضرب لك اياها باي فاكتور بخليك تعيد وبظل هذا بمحله، الايكويشن هاي بمحلها وما بتغير. فبالتالي مين اللي ببين لك اللي برجع لك كل شيء لمرجعيته الصحيحه؟ البارشل سكيلد او السكيلد بارشل بيفوتنج. وبالتالي مبين عندنا يا نشامه هون في عندي 30، هون رقم كبير هذا جدا، بس احنا بناخذ اصغر، سوري بناخذ اللي هي الاكبر رقم هو اللي عباره عن اللي بننتبه له. اوكي نشامه، فبالتالي هاي مضروبه برقم كبير الايكويشن هاي، بينما هون عندي الايكويشن الثانيه 6 و5 ريليتيفلي كلوز تو يونيتي. وبالتالي خلينا نشوف، بقول لك هون حلها وبنطينا ملاحظه انه الاكزاكت سوليوشنز 10 و1. خلينا نحلها. اوكي، ال 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 هذا الاكزامبل هو نفسه حل الاكزامبل اللي قبليه. اوكي يا نشامة، هذا الاكزامبل اللي قبلي، سوري الاكزامبل 3.7، اي ثينك 3.7 حليناه. 3.7 هو نفسه ولا لا؟ 3 4 0 3 هو نفسه حليناه في السابق اللي هي 3.7، لا مضبوط 3.7 حليناه في السابق. اوكي، وبالتالي هذا السيستم اللي كان مار معنا. اوكي، تفرج هون كان عندي الرقم هذا 59.14 وهون 0.003، هذا السيستم حليناه في الاكزامبل 3.7. بالتالي هسه كيف صار السيستم هذا تحول لهذا السيستم؟ السكند ايكويشن ما لعبنا فيها، هون وهون ثابته، بس شو اللي اللعب صار؟ صار الفيرست ايكويشن هون اذا بنقارنها مع الفيرست ايكويشن هون في فرق كبير بينهم، ومبين عندي انه الفيرست ايكويشن
ضربناها ب 10,000، يعني لو ضربنا هاي ب 10,000 الايكويشن، اوكي نشامه، بتطلع معي الفيرست ايكويشن، وبالتالي هاي السيستم هون بيعاني من مشكله سكيلينج، بيعاني من مشكله اللي هي سكيلينج. بالتالي احنا هون يا نشامه السيستم هذا يوم نيجي، بس هاي ملاحظه حتى نفهم انه السيستم هذا يوم حليناه في السابق ارجعوا للحل تبعه. اوكي اوكي، هو نفس الاكزامبل بس ضربنا هذا ب 10,000 اللي هي ضربنا هذا اللي هي السكند ايكويشن، سوري الفيرست ايكويشن ضربناها ب 10,000، وبالتالي هون بدنا نحلها هذا سيستم ب اللي هي without scaling or pivoting with partial pivoting without scaling، يعني النقطة الأساسية اللي هي without scaling. بالتالي يوم نيجي نحله السيستم هذا اللي هو نفسه في الاكزامبل الحالي ونعمل elimination، هينا عملنا elimination وحصلنا على upper triangular matrix، وبعدين بنحل x1 و x2. لاحظ x2 شو طلعت؟ ما 1، وهون x2 قديش هي؟ 1، بينما x1 قديش 1 يا نشامه؟ ماينس 10، وx1 الاكزاكت 10. لاحظ هون عندي ماينس 10 في x1، الفاليو تبعت x1 في الحل بدون ما نسوي له لا بيفوتنج ولا سكيلينج، او لو سوينا له بيفوتنج ويزاوت سكيلينج بيطلع الحل تبعنا ماينس 10، بينما الاكزاكت شو هو؟ 10. معناته في فرق كبير بالحل، وهذا نفس الحل اللي مر معنا في اكزامبل 3.7. طيب خلينا نشوف هسه كيف السكيلينج مع البيفوتنج راح ترجع الامور لنصابها الصحيح. بنيجي هنا شامه هاي السيستم، بنيجي في اول ايكويشن بيقول مين الماكسيمم، هل ال 30 ولا الرقم هذا؟ هاي مسويناها الماكسيمم اوف ذا تو كوفيشنتس فور اكس 1 اند اكس 2، طلع معي الماكسيمم اللي هو الرقم هذا 500,000 طبشه. وللسكند ايكويشن مين الماكسيمم، هل السته كابسوليوت فاليو ولا الخمسه؟ طلع معي السته. معناته يا نشامه شو بدي اساوي؟ باجي بقسم الرقم اللي هو 30 هذا، هاي اوف لاين، باجي بقسم A11 على الماكسيمم تبعها الايكويشن اللي هي 30 على ال 591 هاي وشويه، طلع معي هذا الكوفيشنت، وباجي بقسم اللي تحتيها اللي هي هاي 5.291 بقسمها على الماكسيمم تبع الرو هذا اللي هي على ال 6 بوينت اللي طلع معي هون على 6.13 بيطلع معي 0.86. معناته مين الماكسيمم؟ هل الماكسيمم الرقم هذا ولا الرقم هذا؟ اللي بناء عليه بساوي البيفوتنج. بالتالي هاي احنا هون قاعدين بنسوي في الخطوه هاي بالخطوه هاي بنسوي السكيل بارشال بيفوتنج اوف لاين، اوف لاين ما قسمنا على الايكويشنز، سويناها خارجيه. طيب بناء على الحكي هذا معناته هذا الرقم اكبر من هذا الرقم، معناته وي شود اكسشينج ذا تو روز اي1 مع اي2، والايكويشنز ظلن نفسهم ما قسمنا عليهم. هسه يوم نحل، لاحظ معي يوم حليناهن طلع معنا x2 قديش؟ 1 و x1 10 والاكزاكت هي، هل عباره عن x2 هون قديش يا نشامه؟ 1 و x2 هون 1 و x1 هون اللي هي الفاينل 10 و x1 هون 10، هل الانسرز ذا سيم ولا لا؟ ماشيين معي شباب ولا لا؟ الانسرز ذي ار ذا سيم. بالتالي انا بس عملت الاوف لاين سكيلينج كل المشاكل اللي كانت معي هون اللي هي كان عندي الخطا الكبير باكس 1، اكس 1 هون ماينس 10 والاكزاكت 10 يعني 20 الفرق بينهم، بالتالي هذا الخطا الكبير بس عملت سكيلينج اوكي صارت اموري تمام. وبالتالي هون في كومنت بقول لك الموست اكيوريت سوليوشن وذ ذا جيفن سيجنيفيكانت فيجرز، يعني بدون ما العب بالسيجنيفيكانت فيجرز بحافظ عليها، اللي هي شو اساوي؟ بنساوي سكيلينج
قبل ما نساوي البيفوتنج اللي هي السكيل بارشال بيفوتنج. اوكي وهون السكيلينج از دان على الدياجونال اليمنتس بيلو ويزاوت اكتشوالي اللي هي على كل الماتريكس اللي هي بمعنى اخر هون انا قاعد بسوي الاوف لاين ابروتش اللي مر معنا في المحاضرات الماضيه. كل شغلي هون على الاوف لاين ابروتش. وبالتالي يا نشامه هذا كله ببين لنا اهميه اللي هو ايش؟ السكيلينج. واسهل شيء في السكيلينج اللي هي الاوفلاين مش الاونلاين، انك تساوي على ورقه خارجيه زي ما حكينا في المحاضرات الماضيه بكون وضعك تمام. طيب نشوف الاكزامبل اللي بعديه. الاكزامبل اللي بعديه يا نشامه عندي هي سيستم اوف 3 ايكويشنز. اوكي وبقول لك حل with without scaling or pivoting. تفرجوا على السيستم اللي هو هون، هل كل الكوفيشنز تبعاتي اوكي عباره عن في منهن بكل الروز في منهن شيء كبير وشيء صغير؟ اوكي نشامه لاحظ هون عندك 72900 اكبر واحد، وهون 512، وهون 220. معناته بس تشوف الكوفيشنز اواي فروم يونيتي معناته هاي راح يصير فيها السكيل بارشل بيفوتنج. الحل تبعنا هون راح يفرق بشكل كبير عن اللي هي بدون السكيلينج او بدون البيفوتنج او with pivoting without scaling. بقول ان هاي الاكزاكت سوليوشن 1 1، يعني ثلاث تقريبا قريبات للواحد. هذا باستخدام هاو ماني ديجيتس 3، بالتالي الحل قريب لليونيتي 1 و2 و3 قريب لليونيتي. طيب without scaling or pivoting نيجي بنصفرها، مش هدخل لك بالتفاصيل. لاحظ هون يوم نسوي الايكويشن هاي حتى نصفر اول اليمنت هون هذا ما صار صفر، صار 0.01. هذا نتيجه النمبر سيجنيفيكانت ديجيتس. طيب لسه المصيبه ما اكتملت، هسه بدي اصفر الثاني اللي هو هذا. يوم جيت بدي اصفر اللي تحتي اللي هو هذا 212 وسويت الاوبريشن هاي، لاحظ هون قديش طلع معي بعد التصفير، ما طلع صفر ولا طلع فيري سمول نمبر، طلع 2. هذا كلياته نتيجه الراوند اوف ايرورز. اوكي ايديالي يعني الوضع المثالي يوم يكون ما في عندي ايرورز والراوند اوف ايرورز لازم يكون هذا صفر وهذا صفر، بس هون يا نشامه هذا طلع معي 0.01 والمصيبه صارت اعظم، وين؟ طلع هون 2. اوكي يا نشامه طيب صبرك لسه في مصيبه اكبر منها. اوكي يا نشامه بنيجي شو بنسوي؟ اوكي بنيجي بنكمل. اوكي بنيجي بنعمل اليمينيشن لهذا الاصل، هذا الاليمنت نسوي صفر. اوكي وبالتالي يوم يجينا عملنا له الاليمينيشن صار عندي هذا محل الزيرو طلع ماينس 40000. يا لطيف صار الوضع مصيبه. هسه بعيد مره ثانيه، بالايديال كيس هذا لازم يكون صفر وهذا لازم يكون صفر وهذا لازم يكون صفر، بس نتيجه الراوند اوف ايرورز والليمتد نمبر اوف سيجنيفيكانت ديجيتس اللي انا مستخدمه اوكي نشامه طلع عندي هذا اقل ديفيشن، هذا اكبر منه وهذا اكبر ايرور. بالتالي هيك انا بفترض اني صح مش صفار، بس انا بناء على الطريقة كملت الإليمينيشن فيز، بفترض هذا إنه عبارة عن إيش؟ صفر، بدي أفترضه صفر، وهذا صفر، وبدي أفترضه هذا صفر. بالتالي هيو أفتر ذا إليمينيشن بروسيس كل الإليمنتس اللي عندي البلود دياجونال لازم يكون صفر. وهون بقول لك الإيرور تبع A32 اللي هو هذا أكبر واحد، أكبر من هذا. اوكي نشامه ليش؟ نتيجه اللي هي السيجنفكنت فيجرز عددها المحدود اللي انا استخدمتها بالحل. بالتالي هي بقول لك ماشي غض الطرف، افترض انه كل البلود دايجونال هاي وهاي وهاي، افترض ان كلهن اصفار
وكمل الحل تبعك بناء على الباكورد سبستيوشن. اوكي بيطلع معك شو بيطلع معك الفاليوز هاي x3 1.57 x2 ماينس تقريبا 1 وx1 طلعت ماينس 160 والاكزاكت شو كلهن ثلاثة قريبات ليونيتي. بالتالي انا حكيت في المحاضرة الماضية عن ملاحظة قلنا لك اخر رو اللي بنطلع منه اكس مين اكس 3 او اكس ان بيكون هو في اقل ايرور، الرو الفوقي بيكون الايرور اكبر، والايرور بصير اكبر شيء وين بيوم نوجد نرجع لاول رو اللي منه بطلع اكس 1. بالتالي لاحظ هون اكس 3 1.57 من 1.57 هذا الايرور تبعها. طيب x2 ماينس 1 والاكزاكت تبعها 1 يعني صار 2.57 ب x3 ب x2 صار 2 تقريبا لكن ب x1 هون عباره عن بصيبنا الذهله. اوكي يا نشامه ماينس 160 اللهم صل على سيدنا محمد يعني 161 الايرور. وبالتالي هذا الحكي بيأكد الملاحظة اللي حكيناها في المحاضرة الماضية إنه يوم نرجع في الباكورد سبستيوشن ونحلهن يوم نحسب X3 بكون الإيرور ناتج عن الفورورد إليمينيشن فيز بس اللي هو آخر رو، بس يوم نيجي نحسب X2 في عندي تو سورسز أوف إيرور، الإيرور في الفورورد إليمينيشن زاد الإيرور اللي في X3، ويوم نيجي نحسب X1 بيكون الايرور اللي عندي بيطلع في x1 نتيجه الفورورد اليمينيشن زاد الايرور اللي في x2 والايرور اللي في x3، عشان هيك طلع معنا الايرور اللي في x1 اللي هو اول رو اكبر شيء. بالتالي يا نشامه شو الحل؟ الحل انه نستخدم السكيل بارشال بيفوتنج اللي هي زي فرع بي، او انه شو نستخدم؟ نستخدم more significant digits. اوكي نشامه more significant digits. بالتالي عندنا الحل اللي هي السكيل بارشال بيفوتنج اللي هي البيفوتنج مع السكيلينج، او اللي هي more significant digits بحل لي المشكله. كل ما زاد number significant digits بقل الراوند اوف ايرورز. بالتالي خلينا نروح للريميدي الاولى اللي هي السكيل بارشال بيفوتنج هاي. بالتالي بدي اقارن بين هذا الاليمنت 1.99 على الماكسيمم تبعه اللي هو هيو هاي اوف لاين اللي هي اول رقم، والثاني اللي هي 1.52 مع مين؟ مع الماكسيمم تبعه اللي هو هون هيو عليه هاي اوف لاين ابروتش، والثالث 212 على الماكسيمم تبع الرو 220. بالتالي هيو مين طلع؟ بيطلع معاي نتيجة القسمة اللي هو هيو الماكسيموم 212 على 220. وين 212 على 220؟ جاي من الثيرد رو، معناته شو معنى آخر؟ لازم أغير الأول مع الثالث. إذا جينا غيرناهن وعملنا إليمينيشن مش راح أدخل بتفاصيل، بيطلع عندي هون 0.01 وهون 0.01، بينما قبل شوية طلع معنا 0.01 وطلع معاي I think هون 2. طيب هسا even though هذول مش صفار، اوكي نشامه بدنا نفترضهم صفار، هسه بنيجي بنكمل بقول الرقم هذا على الماكسيمم تبع الرو اللي هو 512 هي، والرقم هذا على الماكسيمم تبع الرو اللي هو نفسه مين الاكبر هي، هاي الاوفلاين ابروتش. بالتالي لازم ابدل بين هذا الرو وهذا الرو، بدلناهن اي 2 مع اي 3، وبعد ما بدلناهن اوكي عملنا الاليمينيشن اوكي نشامه حصلنا على هاي الماتريكس. الاصل يا نشامه في الايديال كيس انه يطلع هون زيرو وهون زيرو وهون زيرو، بس ما طلع زيروس. وبالتالي احنا بنفترض انه يوم نعمل نبلش بالباكورد سبستيوشن بنقول بدنا نفترض هذا فرضا زيرو وهذا فرضا زيرو وهذا فرضا زيرو، عشان لو ما افترضتهن
راح تدخل بدوامة ما تطلع منها. إحنا هدفنا نبلش بآخر رو ونوجد X3 ونطلع فوق ونوجد X2 ونطلع فوق ونوجد X1. لو ما افترضت إن معناته السيستم of linear equations معناته ما حولته لأبر تريانجولر، هو ستيل عبارة عن فل ماتريكس مش أبر تريانجولر. وبالتالي يا نشامة لازم نفترض الإليمنتس اللي إحنا مشيناهم في الإليمينيشن زيروز حتى نروح لمين؟ للباكورد سبستيوشن. طيب بعد ما نطبق الباكورد سبستيوشن هاي الريزلتس عندي هون. يا سلام، هذا المثال ضربة قاضية لأي مشكك في مين؟ في أهمية السكيلينج والبيبوتينج. أوكي نشامة. طيب شوف هاي الحل، هاي الترو اللي هو حوالي الـ 1، ويوم سوينا ما في لا بيبوتينج ولا سكيلينج أكبر إيرور كان بـ X1، ويوم هينا كملنا الحل with pivoting and scaling اللي هذولا الحل عندي هو، يا سلام طلع معاي إيش very close to unity even though إنه did I change the number of significant digits. What do you think? Did I change the number of significant digits؟ هل لعبت أنا بالsignificant digits بين هاي الحالة وهاي الحالة؟ لا، ظل نفس السيغنيفيكانت ديجيتس. بالتالي بنطلع بكونكلوجن مرت معنا وين؟ مرت معنا في التيبل. شو الكونكلوجن يا نشامه؟ انه السكيل بارشال بيفوتنج هي الالتيميت سوليوشن سيناريو. خلني بس ارجع اذكركم فيها عشان اكيد دبساتكم ميه. اوكي يا نشامه، بس بدي اذكركم فيها، مر معنا في التيبل انه احسن طريقه هي عبارة عن مين؟ هي السكيلد بارشال بيفوتنج. يا سلام، هذا التيبل عبارة عن لو حقه بتبيعه وبتشتريه بمصاري، هذا بتدفع حقه بالعملة الصعبة يا نشامة. اوكي، هاي السمبل بيفوتنج وهاي البارشال بيفوتنج وهاي السكيلد بارشال بيفوتنج. قلنا لك عن السكيلد بارشال بيفوتنج يطبق في كل الحالات زيرو كلوز تو زيرو اور اني فاليو، وقلنا عنها انه الالتيميت اند بيست pivoting strategy هي القمة، والهدف منها انه نكمل الحل اذا كان زيرو، وبيعمل لنا minimization للراوند اوف ايرورز. وهاي لو واحد تلاعب فيك وضرب لك اي رو باي اني لارج فاليو بتكشف الوضع، بتبين المخبى، بتبين المستور. وبالتالي this scenario اللي هي scale partial pivoting is the ultimate and best pivoting scenario. واضح يا نشامة؟ واضح يا شباب؟ احنا بس كل هذا الحل حتى ندخل من خلال الاكزامبلز كل الامور على مخك باقصر طريقه. واضح يا نشامة؟ هذا المثال هو عباره عن ببين لنا اهميه السكيل بارشال بيفوتنج. ومن السكيل بارشال بيفوتنج في عندنا تو سيناريوز اوف لاين واون لاين، مين اللي لازم نستخدمه واللي يفضل نستخدمه؟ شو رايك يا نشامة؟ في عندنا offline approach للscale partial pivoting، في عندنا online approach، مين اللي لازم نستخدمه؟ offline. ايوه offline اللي هي على ورقه خارجيه بتسوي الكالكوليشنز تبعتك بين الدياجونال والتحتي، تقسم الدياجونال على اللارجست ابسوليوت فاليو في هذاك الرو للاي ماتريكس، وبعدين بتشوف مين اكبر ايلمنت بتعمل اكسشينج لا اللي هي الروز. وبالتالي يا نشامة الأوفلاين عشان إنه فعليا انت مش قاعد تقسم الروز على مين؟ قسمة حقيقية، وبالتالي بتقلل من الراوند اوف ايرورز. بالتالي يا نشامة هيك بيكون البيفوتنج. اوكي يا نشامة غطيناها بالكامل، والاكزامبلز زائد الثيوريز الموجودة بالهاند اوتس هون ولا عن البيفوتنج ولا بتلاقيها ولا بكتاب نيوميريكا. بالتالي اذا ما فهمت الاكزامبلز الموجوده في الهاند اوتس اللي ناقشنا معظمها بس مش كلها، معناته انت في عندك مشكله وبدك تظلك تعيد وتزيد حتى تفهمها. ما مغطي هاي البيفوتنج سيناريوز مش مغطي بالتفصيل ولا او كسمريز او ككونسبتس ولا بكتاب نيوميريكال موجود لغايه الان. وبالتالي يا نشامه هون احنا قلنا السكيل بارشال بيفوتنج هو الالتيميت بيفوتنج سيناريو. طيب نروح ل
شغلة ثانية اللي هي will conditioned will ill conditioned systems. احنا مر معنا في chapter 1 مصطلح will conditioned و ill conditioned، بس ما كان على systems، مش على system of linear equations، كان على مين يا نشامة؟ على functions. أيوة كان على functions. مين حكى؟ رنيم دكتور. رنيم. عمر. 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 معك دكتور. شو الدنيا رمضان يا زلمة، ما في لا سندويشات فلافل ولا سندويشات شاورما تجيبها من أوكي نقط رنيم. رنيم تمام تمام. نقطها على علامة. أوكي يا نشامة. بالتالي شو تعريف الـ well conditioned systems؟ اللي هي systems system of linear equations اللي لو غيرت الكوفيشنت واحد منهم أو أكثر غيرته very small change، small change اللي هو في الـ A matrix مش في الـ augmented matrix بده يطلع عندي نتيجة تغيير الـ small change في الكوفيشنت matrix اللي هي الـ A لأي واحد من الـ elements أو أكثر ممكن كلهم it will lead to a small change in the solution اللي هو الـ X بينما الـ L إذا إحنا بنعمل small change بواحد أو أكثر من الكوفيشنس تبعات الـ A matrix بيطلع عندي large change in the solution. في الـ L condition systems بيكون عندك range of answers كبير اللي ممكن يحقق الـ equation. وبالتالي يا نشامة هون الراوند اوف ايرورز اثناء المودلينج اوف اني سيستم الراوند اوف ايرورز اثناء المودلينج هسه احنا يا نشامة يوم نناقش اي سيستم اوف لينير ايكويشنز بيجي هذا السيستم من مودلينج بروسيس ان جنرال ما بنزل عليك مباشره بقول لك هاي السيستم كون انت قاعد تشتقه وتمشي بخطوات حتى توصل للسيستم اوف لينير ايكويشنز على سبيل المثال مر معكم في المش اناليسز والنودال اناليسز انه بتحل بتحل بالنهايه بتوصل للسيستم اوف لينير كويشنز صح ولا لا؟ في الالكتريكال سيركتس كورسز مر معكم انه بتسوي المش اناليسز او النودال اناليسز بالنهايه بتوصل للسيستم اوف لينير كويشنز والانونز اللي فيه يا اما المش كرنتس يا اما النودال فولتجز. بالتالي اثناء حلك اذا كان في عندك limited number of signal figures بيطلع عندك round of errors وهذول الراوند اوف ايرورز وين بيكونن؟ بيكونن على الكوفيشنز في الاي ماتريكس اللي هي هون الكوفيشنز تبعات الاي ماتريكس بيطلع فيهن ايرورز. طيب هذول يا نشامه التشينجز اللي في الاي ماتريكس اثناء المودلينج بروسيس ممكن يؤدن الى كان ليد تو لارج سوليوشن ايرورز وين؟ في السوليوشن تبعنا اللي هي النودال فولتجز او المش كرنت اذا كان السيستم الكونديشن. طب شو الحل؟ دائما يا نشامه اي حل لراوند اوف ايرورز الحل انه ايش؟ الحل السحري هذا بالطول الحل وبتكون ايش؟ يكون وضعك حريقه انك شو تزيد عدد مين؟ السيجنيفيكانت ديجيتس اللي بتستخدمه وين؟ في الكمبيوتيشنز مجرد ما زدت عدد النمبر اوف سيجنيفيكانت فيجرز في الكمبيوتيشنز الراوند اوف ايرورز شو بصير فيها؟ بصير فيها ريدكشن. بس في عندي برايس، شو الثمن اللي انا بدفعه اذا بزيد النمبر اوف سيجنيفيكانت ديجيتس؟ بصير الكمبيوتيشنال تايم والكمبيوتر ميموري بصير اكبر. اوكي يا نشامه؟ طيب ال ال كونديشن سيستم هسه بدنا نرجع لمقدمه الشابتر، مر معنا في بدايه الشابتر. الـ L condition system شو قلنا عنها؟ بيكون لها determinant close to zero. اوكي وحتى لو كان الـ determinant away from zero اوكي ما في ضمانه انه السيستم مش الـ conditioned. It's not guaranteed that the system is not الـ conditioned. ليش؟ عشان الـ scaling عشان ممكن الديتيرمينانت يا نشامه بتغير اذا اجينا مسكنا اي ايكويشنز واحده او اكثر من الايكويشنز وضربناها بلارج سكيلينج فاكتور وبالتالي الديتيرمينانت بتغير. طب شو الحل؟ الحل يا نشامه انه نعمل ايش؟ نعمل سكيلينج للماتريكس
قبل ما نحسب الديتيرمنت. الحل انه to calculate the determinant of the system after scaling all rows to unity. يعني بنيجي بنمسك كل رو ونشوف الماكسيمم تبعه في الاي ماتريكس في الكوفيشنت ماتريكس وبنقسم كل الرو هذاك على مين؟ على اللارجست ابسولوت فاليو. بصير ان كل الاليمنتس تبعات الماتريكس less than unity يعني بين minus 1 و 1. وبالتالي بعد ما نسوي الحركة هاي بنيجي بنحسب الديتيرمنت. إذا كان الديتيرمنت بعد الحركة هاي close to zero معناته السيستم الكونديشن، وإذا كان الديتيرمنت قريب من الماكسيمم ليميت اللي هسه راح نشوفها معناته السيستم بيكون well condition system. طيب للسيستم of 2 by 2 اللي أخذناه في بداية الشابتر، شو كان حالة البست ويل كونديشن سيستم؟ البست ويل كونديشن سيستم شو كانت؟ شو الشرط اللي ناقشناه وغطيناه في البست ويل كونديشن سيستم؟ قلنا لك الويل كونديشن سيستم أفضل حالة بالتو دي كيس اكس 1 واكس 2 في له شرط بدنا نقط. شو الشرط اللي كان عندي اللي حكيته؟ البست ويل كونديشن سيستم حكينا يا نشامة انه حتى يكون افضل ويل كونديشن اوكي نشامة في له شرط التو لاينز. شو يا نشامة البست ويل كونديشن كونديشن علامة علامتين علامتين يا نشامة والله حرام. دكتور الكونديشن نمبر يكون جاي من الزيرو؟ لا ما ناقشناش الكونديشن نمبر، هون احنا بنحكي عن السيستمز بالشابتر الحالي، ما حكينا مش قاعدين بنحكي عن الكونديشن نمبر اللي هو الفانكشن. الكونديشن نمبر هذا الفانكشن صح؟ احنا هذا رجعنا بالكونديشن نمبر لشابتر 1. دكتور انه الزاوية تكون 90 بينها. ايوه والله يا رنيم مصحصحة معايا. عمر نقط رنيم علامتين. تمام الدكتور. هاي رنيم طلعت اليوم ثلاث علامات. يا رنيم. رنيم. ديري بالك هسه ترى عيون الحاسدين بطجوك عين. تصدق اليوم، تصدق تصدق لا لا سيطصوك عين. اوكي؟ ان شاء الله. تصدقي هيك، روحي طلعي صدقة ولا أي شيء مش زكاة صدقة. اوكي وبالتالي قلنا لكم يا نشامه يوم يكون perpendicular to each other اللي عموديات على بعض التو لاينز هذا وضربنا لكم مثل يوم يكون من بعد طياره يوم تكون انت الطياره ويكون شارعين عموديات على بعض من بعد من الطياره من فوق بتبين معك اوكي بس يوم يكون almost parallel او slightly parallel ساعتها اطلع بالطياره فوق بصير عو مو معك صح وبالتالي احسن best will condition في ال 2D case يوم يكون perpendicular to each other. طيب هذا في ال 2D طب كيف انا بدي اميز ال best will condition اللي هو هذا الماكسيمم ليميت للديتيرمينانت في حالة انه كان عندي اللي هي الافضل شيء will condition في حالة انه كان 3D وفوق في عندي قانون اوكي بقول لك ال largest possible determinant of what بالabsolute values of any n by n matrix بس هاي الماتريكس مش اني فاليو لازم تكون الانتريز تبعاتها بين الواحد والماينس 1 يعني شو بسميها يعني بسميها سكيلد ماتريكس سكيلد ماتريكس اللي هي كل الاليمنتس تبعاتها بين مين ومين بين ال1 بين ال1 والماينس 1 اوكي يا نشامه احنا هون قلنا يا نشامه الحل تبعنا انه نساوي لكل الاليمنتس لكل الروز سوي لها سكيلينج حيث انه كل الماتريكس الاليمنتس تصير تبعاتها بين ماينس 1 و 1 وبعدين بنحسب الديتيرمنت اذا كان كلوز تو زيرو ال واذا كان كلوز تو ذا ماكسيمم ليميت اللي هسه راح نحكيها معناته بكون ويل واذا حققنا اكزاكتلي على الماكسيمم ليميت معناته بكون البيست ويل كونديشن سيستم طيب معناته بقول لك سوي سكيلد ماتريكس كيف؟
لازم يكون كل الالمنتس تبعاتنا بين الماينس 1 و 1 عن طريق بنقسم على اللارجست اليمنت ان ايتش رو. بقول لك اكبر ديتيرمنت، اكبر ديتيرمنت هي بقول لك ديتيرمنت لاي سايز هو عباره عن n تو ذا باور n اوفر 2. بس هذا فيه شرط، مش لاي سايز اوف ماتريكس، انه يكون عندي الماتريكس سايز 2 او مالتيبلز اوف 4. يعني هي 2 4 8 12، يعني حالة ال 2 لحال وحالة ال 4 اضرب 4 by 1 4 by 2 لحد 4 by any size. وبالتالي هون إذا حققت، إذا كانت الإشارة هاي مش أقل، إذا كانت يساوي محل هاي، معناته وكان عندك السيستم سايز مثلا هون، لو نيجي ناخذها، لو كان عندك أنا شامة هون السيستم سايز اللي هي مثلا 8 وحققت على الرقم هذا exactly الماكسيمم ليميت، معناته انت واقف وين؟ واقف عند احسن حاله والكونديشن سيستم. واذا بدكم تتاكدوا روحوا لحاله البيربنديكولار، بحاله ال 2 دي كيس، ال 2 دي كيس يوم يكون البيربنديكولار تو ايتش اذر لازم يطلع معك الديتيرمينانت 2. بالتالي يا شامه هيو احنا هون بناخذ 2 او مالتيبلز اوف 4، بالتالي بقول لك هاي الماكسيموم ليميت، اذا وقفت عليها معناته انت باحسن حاله عندك، وإذا ما وقفت عليها معناته إيش؟ معناته أنت مش أحسن حالة، بس كل ما قربت على الليمت هاي بيكون أفضل، وبتبعد عن مين؟ بتبعد عن ال L. وبالتالي هاي نشامة كل ما كنا أقرب، هاي بقول لك هون كل ما كان الديتيرمينانت أقرب للماكسيمم ليمت كل ما كنا الويل كونديشن مضمون بالجيب. واضح يا نشامة؟ بالتالي هاي عندنا إكزامبل وبنهي المحاضرة. أوكي نشامة؟ ولا هذا الاكزامبل بده شغل. اوكي بالتالي خلينا نوقف هون يا نشامة. اي سؤال لغاية الان؟ اي سؤال لغاية الان يا نشامة؟ اي سؤال؟